وقبل ما نبدأ في الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس وما تنسوش تدعمونا بلايك حتى نستمر في نشر المزيد إن شاء الله تبارك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتي من جديد. ما زلنا مع قناة تفسير الأحلام مع أخيكم إسماعيل الجعبيري. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن والاه. أيها الإخوة الكرام، النهاردة الكلام عن موضوع جميل جدا. هنتكلم عن أحلام تدل على الغنى الكبير القادم إن شاء الله تبارك وتعالى. هل في أحلام يا جماعة تدل على الغنى ودي بتختلف عن الأحلام التي تدل على الرزق؟ نعم، الرزق قد يكون رزق في عمل، في صحة، في أولاد، في زرية، في بركة، كلمة عامة، لكن الغنى تحديدا هيكون في المال بإذن الله تبارك وتعالى. أول رؤية معنا كون إن أنت تشوف في المنام إنك بتأخذ شيء ثمين غالي الثمن من متوفى، لا سيما إذا كان المتوفى ده معلوم حتى لو مجهول برضه. فكون الميت يعطيني شيء غالي الثمن رؤية تدل على غنى قادم إن شاء الله تبارك وتعالى. رؤية الحصان الأبيض وامتطاء الحصان الأبيض أو ركوبه رؤية جميلة جدا تدل على الغنى القادم بإذن الله. رؤية اللي بعد كده وهي رؤية كثرة التبول. بيأتيني في الأحلام وفي الرؤى كتير من الناس بيسألوني إيه قضية إن أنا أتبول كثيرا في المنام. بس يا سيري، لما أشوف إن أنا بتبول كثيرا في المنام رؤية تدل على غنى قادم بإذن الله تبارك وتعالى. رؤية العقد الذهبي ولكن للمرأة المطلقة غنى قادم بإذن الله تبارك وتعالى. رؤية سماع خبر وفاة شخص عزيز علي وهو معلوم طبعا لدي، طبعا رؤية مخيفة جدا، كثير من الناس ما تعرفش ان الرؤية دي بتدل على غنى قادم بإذن الله تبارك وتعالى في الفترة القادمة. رؤية مخيفة جدا لما الإنسان يشوف دود على الملابس بيقوم مفزوع. أنا كان فيه دود كتير جدا على ملابسي وعلى ثيابي، بيعرفش ان الرؤية دي بتدل على الغنى القادم ان شاء الله تبارك وتعالى. رؤية امرأة جميلة تلاحقني في المنام ماشية ورايا، هذه الرؤية تبشرني بالغنى القادم بإذن الله تبارك وتعالى. رؤية ما يؤكل او ما يشرب ينزل من السماء رؤية جميلة جدا تدل على غنى قادم بإذن الله تبارك وتعالى. رؤية الحوائط وهي مدهونة بطلاء فضي غنى قادم بإذن الله تبارك وتعالى. رؤية بقى اللي كتير من الناس بيعتقدوها غلط اللي هي قضية ايه الميت ياخد مني شيء رؤية مسموم، ابدا. اعطائي للميت المجهول تحديدا ملابس جديدة، ثياب جديدة ونظيفة، غنى قادم بإذن الله تبارك وتعالى. انتظرونا في اللقاءات القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.